الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه. جاتكم شيف نينا في حصتكم اللي تعودتوا عليها، نينا في الكوزينه. واش جبنا اليوم؟ جبنا شويه جديد، وي جديد، واش اللي هو سابلي او فرماج. هذه هي سابلي او فرماج، ماشي لازم نصابلي نديروه غير بالزبده. اي با واش راح نديرو في الوصفه تاعنا؟ راح نديرو فرماج سامر. فرماج سامر بزاف بنين، اون بلوس ماشي مالح بزاف. نقدروا نديروه في لي كريم تاعنا، ولا نقدروا نديروه في لي بات تاعنا تاع لي غاتو. كاين بزاف الغاتو اللي يندار بالفرماج، كاين اللي يندار بالفرماج والفلون، كاين اللي يندار بالفرماج والزبده، كاين اللي لاباط تاعو تندار غير بالفرماج بلا بيض. بزاف كاين لي غوسيت تاع الفرماج، ولا ما على بالكمش راني عطيت لكم معلومه صغيره. ايبا واش نديرو؟ نديرو 6 حبات تاع فرماج سامر. على بالي بلي مره اخرى انا دائما هكا، اختي تربح، خويا يربح، الناس كامل تربح، بصح انا مره اخرى نعرف روحي. شوفوا واش ندير. نديرو الفرماج تاعنا، نديرو 6 قطع تاع فرماج. 6 قطع انا راح نديرهم في 125 غرام تاع المارغارين، والمارغارين راح نخدم بها تارتيو بلس عندها بنة هيلة وبزاف بنينة في تعطي بنة وندي غير زبدة. اون بلوس اللي خدموا بها البقلاوة اللي درناها عجبتهم وقالوا لي صح عندها قو مليح، عندو مام سمن تاعو فاميليا بزاف مليح. 6 قطع حبيت نفتحهم معاكم باش تشوفوا باللي لازم 6 قطع تاع الفرماج. هاوليك الفرماج تاعي اللي خدمت به، واش عندي هنايا 125 غرام تاع الفارينة. عندي هنا مغرف كبيرة تاع لافاني، عندي برا سيلاطابل تاعي، عندي هنايا حبة بيض، واش راني حندير انايا؟ تحبوا تخلوها هكا وحدها اسنا نضربوها، ومن بعد باش نديرو السكر تاعنا. شوفوا تحبوا ديروها بلا فلون، تحبوا ديروه بالفلون كيما حبيتو. عندكم زوج وصفات، انا دوك ندير الوصفه تاعي لي بالفلون. الوصفه اللي بالفلون بزاف بنينه، نتوما كل واحد واش يحب الذوق. انا حبيت نخدم بالفلون نوال، هذا تاع لافاني ذوق الفانيلا، هذا ذوق الفانيلا بزاف يجي بزاف بنين. نعطيكم معلومه، كي تكون كي ديروا الفلون السكر ما ديروش بزاف سكر، بيسك ديجا الفلون حلو، وديجا هاد الصابلي هذا راهو فيه الشوكولا، وراح نرمدوه في الكاكاو، معنتها تجي الدعوه وفيها لداخل الكرانشي تاع الكوستو، يجي حلو بزاف. نضربوه مليح، انا درت المايزينا تاعي، في المايزينا تاعي درت
أربعة مغارف تاع سكر غلاسي، أربعة مغارف سكر غلاسي مع المايزينا تاعي. نحو نفرغو لو بلون دو طرافاي تاعنا، يجي بزاف بنين. الوغ كي يطيب ويكون سخون واش نديرو له؟ نرمدوه في الكاكاو. انا حرمدوه في كاكاو تاعنا. واه شوفوا لا كولور تاعو واش حد يشوفه. اي عندي لا ليفور تاعنا. واه لي نشكرها على المنتوجات تاعها، عندها منتوجات هايلة. صابلي دايما نقولكم باللي طمو بالفوي حتى كي يدخلوا لي زانغريديون، ومن بعد لمو بصبحتيكم. باسكو علاش الصابلي ما يتعجنش؟ كون تعجنيه ومن بعد يولي لك عجينه ما يجيكش ملاح، ما يجيش كروستيون، يجي معجن الداخل. سي بيان سور كامل على بالي تعرفوا ديروا صابلي تو مي نبدلو في لي غوسات. هكا راهو قريب، شوفوا لا تيكستور تاعنا راهي قريب تلحق لوين راني حابه، معناتها القوام تاعو خلاص راهو قريب يلحق كيما راني حابه. بو حندير بالفرشيطة شوفوا، نديرو بصبعتينا برك ما نعجنوش، نلمو نطمو شكون ندخلو لافارين هاديك، ومن بعد نخلو لاباط تاعنا ترتاح واحد نص ساعة ولا ساعة. نديروها في بابي فين، نقطعوها مدورين ونطيبوها. كي تخرج سخونة غير تخرج سخونة نرمدوها في الكاكاو. الكاكاو هذاك مع لاباط تاع الفخوماج تعطي بنة هايلة، مع نزيدو نديرو لها غوستو كرانشي في الوسط تاع الكراميل. ها شوفوا لاباط تاعي راهي وجدت، لاباط تاعي راهي وجدت. نخليها ترتاح انايا ونقطعهم ونروح نطيبهم ونعاود نولي لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام عاود وليت لكم. شوفوا ماشي درتهم وحدي وما وريت لكم، شدكم فهمكم على بالكم باللي الشوكولا لازم تنشف باش نقدر نوري لكم واش راح ندير. معناتها انا حكمت لي بسكويت تاعي هذوك الصغار اللي صابلي تاعي، رمتهم في الكاكاو مليح خليته نشف كي كان سخون، اي ابري درتهم في الشوكولا، رمتهم في الشوكولا كي قبل ما ينشفوا شوكولا درت من فوق تزيين بلا باتا سوك بليمول اللي راهم كامل كاينين في الاسواق، ليمول تاع البلاستيك اللي مكتوب عيد مبارك. ومن بعد خليت الباتا سوك تاعي تنشف ودرت لها ناكري دوغي في الوسط. هايلك باش تحبوا تخدموها ولا تديروها سهله، اشرو المول بالاسواق وديروها. واش انا حنديرو دوكا؟ راح نحكمو الكرانشي تاعنا تاع الكاراميل، نديروها بها. الدعوة راهي سكتو برك، هادية لازم تجمد. شتو لازم؟ لازم تجمد، سينو وما تجمدش. علاش انا عطيت الوقت وخلوها سايله عادي، انا نحب كي تسيلي الكراميل على الشوكولا تعطي ديكور شباب وتجي شابه وتجي بنينه.
وكاين اللي يحبوا لو تور يرمدوها في الكوكب ولا في الفوبيستاش ولا كل واحد فاش يحب يرمدها. انا حبيت نخليها كراميل برك تاعها، ما حبيت نرمدها في والو باسكو فيها شوكولا ودوك تقعد هكا وتجي سايله تجي شابه تجي تشهي تيصب ليه شوكولا لي الدراري تاعنا يحبوهم كامل. انا ندير بروتيكت بالشوكولا ما تقعدليش في ليغون تاعي بالكراميل باش نقدر نخدم بيهم. بروتيكتهم ساعدني بزاف في لاكويزين تاعي. شوفوا نخدم بالوحده تجي بنينه بزاف وعندها واحد الجو سبيسيال ماشي كيما لي صابلي اللي مالفين ذوقهم. تا قهوه حليب اون بليس كاين بزاف في الدخله اللي يحبوا يديروا قهوه حليب ولا يديروا جو. ولا انا ننصحكم بشربات الميده اللي بزاف بنينه وراح تزين لكم الطبله تاعكم في هذا العيد. اون بليس ما عندهمش غير شربات، عندهم لي سيغو تاعهم لي غوناديل اللي بزاف بنين. انا وحده ملي نحب الغوناديل بالحليب ويكون بارد ونديرو بزاف تاع الرمان. اي تقدروا ثاني ديروا تاع سيترون ولا تاع الانانا تقدموه مع الكاطو تاعكم. انا نشكرهم على الانواع مختلفه اللي يديروهم سواء شربات ولا زيتون اللي دائما يشبحوا لنا الميده تاعنا في هذا العيد. شوفوا كيفاش جا تزيين بسيط ماشي بس كاين بزاف اللي قالوا لي يعني نا صح بريستيج الشباب ايتو بصح انا ما عنديش المول وانا العيد وتكاليف وما يش حاب نزيد نشري لي مول تاع سيليكون ايتو. اي بدرت لكم حاجه اللي تكون بسيطه وبلا ما نديرو بها المول، ديروها وحدكم. لا باتا سوكر انتو كامشي غاليه صافي تقدروا تخدموها والمول هذاك كيف كيف. شوفوا اون بلوس انا نقول لكم لي صابلي تاع لي فرماج ما راحش تندموا عليهم باسكو عندهم بنه مختلفه ماشي كيما لي صابلي الاخرين اللي يجوا حشاش وهادو يجوا كيما شتو لي بيسكوي اللي يتباعوا في لي بواط امبالاج هكا شباب هكاك البنه تاعو شباب بزاف. الصابلي تاع الفرماج انا نحبو الوغ كي بالفرماج تاع سمير يجي بنه هايله. انا ما نقولكمش عليه نقولكم جربوا جربوا وعلى بالي تكتبوا لي دي بون كومونتير كيما راكم تكتبوا لي يا حبيباتي الغاليين. نشكركم على لي كومونتير تاعكم الملاح وعلى لي ميساج تاعكم اللي راكم تبعتوهم لي وانا على جالكم لي اشاك فوا نبدل في الوصفات على بالكم. كنت دايره بروغرام تاع حلوه ماشي كامل هذا، كنت حابه ندير لكم حلويات تقليديه كنت حابه ندير مي مدام بعثتولي وقلتولي يا نينا انا حابين حاجه في البريستيج اللي بالطباع ولي حاجه اللي نقدروا نديروها وما تكلفش. وكاين تاني اللي بعثتولي وقالوا لي يا نينا ما نقدروش على لي مول تاع السيليكون ايتو، معناتها انا لبيت الرغبه تاعكم كامل. انا نمسح بروتكت اللي دائما يساعدني في الطابل تاعي وفي الخدمه تاعي. شوفوا شحال جاوا شابين جاوا يهبلوا وما فيهمش كيما نقولوا حاجه كبيره ونقدروا نديروهم نقي البلان دو طرافاي تاعي ما خليهش هكا. شوفوا
انا ننصحكم ببروتكس بيسك ينحي الجراثيم تانيك وملح. اي لا دونتيل هذه تلقاوها وبين الكيسات تلقاوها في كامل المحلات. وتحبوا ما ديروش لا دونتيل ديروها في كيسات تاعكم سامبل كيما حبيتو. انا المهم نعطي لكم دي زاستوس كيفاش ديرو وانتوما كيما حبيتو يا الغاليين على قلبي. واش راح نقول لكم، انا لحقت لنهايه البرنامج وحطيت لكم الحلويات تاعنا اللي جاو شابين وان شاء الله يكونوا عجبوكم انتوما. تانيك راح نقول لكم ابقوا معنا في الحلقات الجايين، تابعونا مع حلويات العيد مع الشيف نينا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات. مع ليا غير نقول لكم ابقوا على خير وصحه فطوركم ان شاء الله.